السلام عليكم. مرت امرأة على مجلس فقالت: من الفقيه فيكم؟ فأشاروا إلى أحدهم فقالت له: كيف تأكل؟ قال لها: أسمي بسم الله وأكل بيميني وأكل مما يليني وأصغر اللقمة وأجيد المضغة. قالت له: وكيف تنام؟ قال: أتوضأ وأنام على جنبي الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار. فقالت: أنت لا تعرف أن تأكل ولا تعرف أن تنام. فنظر إليها وقال مستغربا: إذن كيف الأكل والنوم؟ قالت له: لا يدخل بطنك حرام وكل كيف شئت، ولا يكون في قلبك غل على أحد ونم كيف شئت، وما أخبرتني به هو أدب الشيء، وما أخبرتك به هو جوهر الشيء. كثير من الناس يبالغ في مظهره ولكنه لا يتحقق بالجوهر. وما أدراك ما الجوهر؟ لم ينبهر العرب بملابس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا بمطعمه ولا بمشربه، لكنهم انبهروا بعظيم أخلاقه وطيب سيرته وحسن أدبه ولين معاملته، فحولهم من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم. فالدين المعاملة. إلى اللقاء.